كم الله بالخير يا محمية انتاج ام الزبار، سلام لكرار، سلام سلام للدوحة، سلام صاحبة الشلفة في العام الماضي في مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى، تختطف اليوم الشوط الرئيسي. سلام يا الإمبراطور، تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن قريع. خيت بمحمد بن قريع، تستاهل فوز الدوحة وانتزاعها للشوط الرئيسي المفتوح. تستاهل خير يا أبو بريك. محمد، وش سلالتها وأبرز مشاركاتها؟ سلالتها كرار ولم تلباج الهرش، الرصيد العام شلفة ختامي قطر. ختام الشحانية ما شاء الله، راعية الشلفة واليوم تعود إلى مستواها وما شاء الله تبارك الله، الناقة يعني من الهجن ندر ما شاء الله تبارك الله. نحمد الله ونشكر التوفيق. بكرة ذاخرينها، بكرة ما طلبنا منها ركض الركض هذا، لكن الله يبارك فيها. طيب طيب صحيح. بشر يا محمد عن مشاركة الشعار، بخيت عن مشاركة الشعار. لا إن شاء الله بشر بالخير بإذن الله، ان شاء الله السنه هذه والسنه الجايه والسنه اللي عقبها ان شاء الله. الامبراطور دائما في الفورمه تشوفون ان شاء الله، اللي يفرحكم باذن الله. الله يوفقك ويجعل ناموس دايم، وهذا الفوز وناموس من تهدي اهديه لمحبين الشعار، شعار الامبراطور ولا محبين الشعار. يضرب وجهك يا ابو محمد ويجعل ناموس دايم، وشكرا جزيلا. العفو العفو يا ابو بريك.